خير يا ريم. صباح النور يا مستر. اخبارك ايه؟ كويسه. كويسه؟ لا كويسه بس. انا خواجه اقول كويسه؟ ماشي براحتك. هو صراحه انا اتفاجئت ان انت بتعرف تتكلم عربي. انني اتحدث اللغه العربيه بطلاقه. بجد؟ علي الطلاقه اتحدث اللغه العربيه بطلاقه. ده مستر مكرم هيتبسط جدا لما يشوف. فين مكرم؟ لا بقول لك ايه، اسمه مستر مكرم. انا خواجه، فين مكرم؟ هيجي كده وهتقول له في وشه. هقول له في وشه. في وشه. في وشه يا اخويا. ايوه اتفضل يا مستر مكرم. اهلا وسهلا. ما دخلت انا. اهلا اهلا. ازيك مكرم؟ مكرم دوري ايه؟ ماشي براحتك. لا 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 لا، ازيك مكرم عامل ايه؟ اهلا اهلا. عايزين نقبض. ايوه ده عامل ايه يا مكرم يا حبيبي؟ فين غيلك الاب؟ انا عارف، نودي نفسنا في داهيه. اهلا يا خواجة، ويلكم تو ايجيبت. ميرسي ميرسي. يعني احنا على طول صراحه يعني بنرحب بيك، وانت منور مصر. وعاملين لك احتفال كبير وجايبينك هنا. مستر ريتشارد، مستر مكرم بقاله شهرين ما بيتكلمش في اي حاجه غير عنك انت بس. انا حكيت قلت ايه؟ بقول يعني انك انت راجل يعني عايش طول عمرك في اوروبا. والدنيا برد هناك. وركبت الطياره. وربطت الحزام. ايوه انت تحور على امي. الله، وانت منين؟ انا من امريكا. من امريكا؟ نعم. يا اوروبا هي امريكا. انا عارف. لقد حدث معي شيء عجيب. ايه اللي حصل؟ عندما وصلت الى مطار القاهرة الدولي قابلت طفل صغير. وما بالك بالاطفال الصغار في مصر. قلت له اين قسم الشرطة؟ قال لي هناك عند بازوليتي. قلت له ماذا؟ قال لي حموك في ازازة. ماذا يقصد؟ لا الاطفال بس بيحبوا الهزار يعني. بس كان مفروض يعني يا ريتشارد تكلمنا واحنا نجيلك ناخدك. لماذا؟ عشان نحميك في ازازة. لا انا اعلم كل شيء حتى بالوليتي. ايه؟ فوزوا بجنيه. قد تعلمت كل شيء. واضح انك قعدت مع الاطفال كتير. طبعا. عموما احنا هنبدا دلوقتي الاحتفال، بس طبعا الاتفاق بتاع الشغل اللي بيني وبينك. العقود هتتمضي. نعم بس سمعت ان هناك اوبرا. الاوبرا موجوده دلوقتي. على ما انت تجهزي العقود هنقعد نتفرج على الاوبرا. اتفضل. يا ريت. هنتفرج فين؟ على الكراسي هنا. هنا؟ اتفضل. حاضر. انتوا سارقين ميكروباص ولا ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. يا نادر. نادر. ايوه يا باشا. الاوبرا جاهزه؟ ايوه جاهزه. في رقبه هتطير. لا ليه ده كده؟ خواجه اهو. والان مع الفرقه.